توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم في أراضٍ شرقية رفح جنوبية غزة وفق ما أعلنته مصادر داخل القطاع. وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي نيران أسلحتها الرشاشة تجاه أراضٍ زراعية شرقية بلدة وادي السلقة شرقية مدينة دير البلح وسط قطاع غزة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. دعت الفصائل الفلسطينية ومؤسسات مناصرة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الأسرى ووقف الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، ومنها عدم تقديم الرعاية الصحية لهم كما يحدث مع الأسير ناصر أبو حميد الذي تدهورت حالته الصحية بشكل خطير. كما دعت الفصائل لحراك شعبي ورسمي فلسطيني لتدويل قضية الأسرى بما يساهم في تعريف المجتمع الدولي بما يتعرض له الأسرى من ظروف اعتقال صعبة. هذه المطالبات جاءت خلال وقفة نظمت أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة غزة. جئنا اليوم لنسأل هذه المنظمات الدولية والإنسانية التي تدعي الحيادية في عملها كيف تتخاذل في رفع الظلم وإنصاف أسير أصيب بمرض السرطان في سجون الاحتلال، وندعو كل الجهات الفلسطينية الرسمية والدبلوماسية والمؤسساتية والشعبية والإعلامية لتوحيد وتضافر جهودها من أجل تشكيل تلك القوة القادرة على إرباك الاحتلال الصهيوني. حول المستجدات من غزة ينضم إلينا مراسل المملكة باسل العطار. باسل، أهلا بك. قبل أسابيع قليلة كنا نتحدث عن اشتباكات وعن تصعيد من الجانب الإسرائيلي، ولكن لم يتحدث أحد عن نية جدية في التصعيد الآن والاشتباك على الأرض. هذا المشهد يختلف ويتطور، فإلى أين وصل حتى اللحظة؟ نعم غادة، يمكن القول أنه لربما لم تشهد الأيام الماضية أي حدث كبير في قطاع غزة، سواء من إطلاق أو إطلاق الفصائل لأي قذائف أو رصاص باتجاه الاحتلال أو حتى غارات إسرائيلية، لكن على الأرض ما زالت الأمور متوترة بشكل كبير. نحن نتحدث عن مطالبات للفصائل الفلسطينية آخذة بالتصاعد لضرورة إلزام الاحتلال بما تم الاتفاق عليه بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، وأبرزها رفع الحصار الإسرائيلي وبدء عمليات إعادة الإعمار بشكل كامل. هذا الأمر لم يجد طريقه للتنفيذ كما تقول الفصائل الفلسطينية. حتى الآن إسرائيل ما زالت تفرض الحصار وما زالت هناك قيود كبيرة تفرض بين الحين والآخر، إلى جانب أيضا هناك عدد من الإجراءات التي يمكن وصفها بالاستفزازية الإسرائيلية التي تمارس على الأرض. اليوم كان هناك توغل محدود لعدد من آليات الاحتلال في المناطق الشرقية لمدينة رفح جنوب القطاع، وتم تجريف أراضي المزارعين المحاذية للسياج الفاصل في تلك المنطقة. أيضا تم إطلاق الرصاص من قبل أحد الأبراج العسكرية الإسرائيلية على المزارعين شرق المحافظة الوسطى في قطاع غزة. أيضا نتحدث عن تحليق لطائرات الاحتلال، بين الحين والآخر نسمع دخول مفاجئ لطائرات الاحتلال بشكل مغير قبل أن أيضا تقوم باختراق جدار الصوت. هذا الأمر يحدث أصوات انفجارات في قطاع غزة بين الحين والآخر بشكل مقصود إن صح التعبير، كما يرى هنا الفلسطينيون الذين يرون أن إسرائيل تتعمد الإغارة بشكل وهمي في سماء القطاع، وكأنها تذكرهم بأن إمكانية قصف القطاع ما زالت واردة، وفي ظل تحريض إسرائيلي أيضا كبير. وسائل الإعلام العبرية لم تتوقف منذ ما يقرب الشهر عن الحديث عن أن غزة خطر وأنه لابد من توجيه ضربة عسكرية للقطاع. كل ذلك يجعل الأمور هنا في غزة يسودها حالة الترقب والخوف أيضا لدى الفلسطينيين هنا. إسرائيل ما زالت تهدد، وما زال أيضا إطلاق الصاروخين اللذين سقطا بمحاذاة مدينة تل أبيب قبل أيام قليلة، ما زالت حتى الآن إسرائيل تتحدث حول هذا الحدث وكأنها تقول أنها لم ترد بعد وأنها ما زالت تدرس
خطط عسكرية للتنفيذ في القطاع، وهذا يلقي بظلاله على الأرض. الفصائل الفلسطينية ما زالت في حالة تأهب، هناك يمكن القول إعادة انتشار حول مواقع الفصائل الفلسطينية خشية من غارات إسرائيلية مفاجئة قد تتم كما حدث من تجارب فلسطينية سابقة. نعم، بس الاحتلال يتوعد ويتهدد وكذلك الفصائل من جانبها، ولكن هذه التهديدات من جانب الفصائل هل هي مرتبطة بإطار زمني معين؟ هل تتحدث أو مرهونة بمزيد من التصعيد من جانب الاحتلال؟ حتى الآن لم يتم الحديث عن أن الفصائل قد أعطت مهلة زمنية مثلا لتنفيذ هذه الالتزامات، لكن بحكم التجارب السابقة غزة باتت مرتبطة بشكل كبير بأي حدث ليس فقط على مستوى القطاع وإنما أيضا على المستوى الفلسطيني. قبل أيام قليلة كانت الأمور على شفا انفجار نتيجة الإضراب الذي خاضه الأسير أبو هواش والذي انتهى بإعلانه فك إضرابه، والذي كان بالفعل سيكون شرارة حقيقية لانفجار الأوضاع في غزة. الآن الحديث عن حالة الأسير ناصر أبو حميد الذي أيضا تبدي الفصائل تذمرها من المعاملة الإسرائيلية له وعدم إطلاق سراحه رغم أن وضعه الصحي خطير للغاية. أي حدث هنا بإجماع ربما المتابعين في غزة، أي حدث قد يحدث ليس فقط على مستوى القطاع هو كفيل بإشعال الأوضاع في القطاع الميدانية، خاصة وأن هناك حالة تذمر وغضب موجودة أصلا. الفصائل ما زالت ترى أن إسرائيل تتهرب من الالتزام بكافة الاتفاقيات، إسرائيل تناور فيما يسمى بالتسهيلات التي يتم إعلانها والتي تأخذ صدى إعلامي كبير، لنجد بعد ذلك نعم. تصريحات الفصائل أو حتى المسؤولين هنا في غزة يؤكدون أنها مجرد استهلاك إعلامي، وهذا ما يجعل الأمور بالفعل في غزة في حالة توتر دائم. منتظر الجديد لاحقا وبالمتابعة من قطاع غزة. شكرا جزيلا لك باسل العطار مراسل المملكة. نفذ مستوطنون أعمال حفريات تخريبية على مدخل الحرم الإبراهيمي الرئيسي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأوضحت مديرية أوقاف الخليل أن هذه الأعمال تأتي استكمالا لأعمال الحفريات التي بدأت منذ عدة شهور في الساحات الخارجية للحرم لتركيب مصعد لخدمة المستوطنين. وأشارت إلى أن أعمال الحفر تجري رغم أن المسجد الإبراهيمي مدرج على لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، مشيرة إلى أن ذلك تجاوز لكل القوانين والقرارات الأممية والقانونية. إذن فيما يجري في الخليل ينضم إلينا عادل شديد الباحث في الشأن الإسرائيلي. سيد عادل أهلا وسهلا بك. إذن هذه الانتهاكات الإسرائيلية التهويدية مستمرة، ولكن بنظرة أقرب هل تأتي عبثا فقط لاستفزاز هؤلاء الفلسطينيين، أم أنها تأتي ضمن تنظيم مخطط لمخطط تهويدي واضح؟ مساء الخير لك أولا ولي منبركم وفضائيتكم وجمهوركم. لا، الموضوع ليس مرتبط فقط بالاستفزاز، وإن كان الاستفزاز حاضر، ولكن هذا ومخطط مبرمج ممنهج مدروس بدأ منذ العام 68 حين بنيت أولى لبنات المشروع الاستيطاني في مدينة الخليل وتحديدا بالمنطقة المحيطة بالحرم الإبراهيمي. ومر هذا المشروع في عدة محطات، شهد يعني المحطة الثانية والجوهرية حين صعد الليكود بزعامة بيجن ب77 للحكومة، وشهد المشروع الاستيطاني بالخليل وبمحيط الحرم الإبراهيمي نقل نوعي، ثم ما حدث بعد مجزرة المجرم باروخ جولدشتين بفجر الجمعة 15 رمضان عام 94 حين عوقبت الضحية وعوقبت الخليل وعوقب الحرم الإبراهيمي، حين تم تقسيم الحرم الإبراهيمي بشكل فعلي وتم اقتطاع ثلثي الحرم الإبراهيمي إلى المستوطنين اليهود ويغلق سنويا بالكثير من
الأعياد والمناسبات اليهودية. بكل الأحوال منذ 10 أعوام حين وصل بنيامين نتنياهو إلى الحكومة وكان هنالك تحالف مع الصهيونية الدينية مع مشروع النواة المشروع الاستيطاني بالخليل، كان واضح تماما أنه مشروع الضم الفعلي لمدينة الخليل للجزء المحتل البلد القديم اللي كما ذكرتم بتقريركم أنها أتبعت وأدرجت إلى مؤسسات التراثية العالمية وفي القرار اليونسكو عام 2017، ولكن كل الإجراءات بالخليل تسير باتجاه الضم الفعلي غير المعلن. ولكن على الأرض اليوم المستوطنين يتحركون بشكل حر وآمن بحماية جيش الاحتلال، وتم تمرير مجموعة من القوانين من قبل حكومة إسرائيل لشرعنة وتهويد أحد المنطقة. ولكن ما يحدث من حفريات بالأيام الأخيرة لا يندرج فقط في مشروع الضم بقدر ما هو إحداث تغيير جوهري على المبنى وعلى المنظر وعلى الشكل العمراني الإسلامي العربي، وإعادة إنتاج مبنى غربي قريب من الكنس، وإحاطة الحرم الإبراهيمي بمباني وساحات جديدة وفق تصميمات إسرائيلية، وكأننا أمام إعادة بناء مستوطنة محيطة بالحرم الإبراهيمي لتغيير معالم العربية الإسلامية التراثية. وهذا يعني يشكل محطة مهمة جدا وخطيرة في مشروع تهويد وتفريغ مدينة الخليل من أهلها وشعبها الأصلاني في المدينة. نعم سيد عادل، الاحتلال الإسرائيلي بات أو دائما لا يأبه بهذه القرارات الأممية أو بالاتفاقات الدولية، الآن هو ماض بالعملية التهويدية وكذلك بالانتهاكات المستمرة، ولكن من جانب الشعب الفلسطيني الأعزل الآن الذي يتعرض لهذا الاستفزاز ويتعرض للهجوم يوميا أيضا على يد قوات الاحتلال والمستوطنين كذلك، ماذا يمكن العمل حتى يتم إيقاف على الأقل هذا التهويد بشكله الجوهري الخطير الذي أشرت إليه؟ يعني رغم ما تتعرض له المدينة ورغم ما يتعرض له الحرم الإبراهيمي ورغم محاولات ضرب الانتماء والرابط الفلسطيني بهذا المكان المقدس، إلا أن صلوات الفجر يوميا تشهد بزيادة انتماء الفلسطينيين وخاصة في مدينة الخليل ومحيطها للحرم الإبراهيمي، بمعنى أنه المشروع الإسرائيلي اللي تم تنفيذه عبر الكثير من المحطات لضرب وإضعاف هذا الرابط وهذا الانتماء وهي الصلة الفلسطينية الخليلية العربية الإسلامية بالحرم الإبراهيمي فشلت فشلا كبيرا، رغم الكثير من الإجراءات، منع التجول، إغلاق شوارع في مدينة الخليل، الشوارع الأصلية الرئيسية في المدينة المغلقة منذ 94، وإحاطة الحرم الإبراهيمي بعشرات الحواجز العسكرية وبوابات إلكترونية، وكل الماضيين يمرون عبر تلك المحطات ونقاط التفتيش والإسجال والتنكيل، إلى أن ذلك لم يؤثر سلبا على حافزية ودافعية وانتماء الفلسطينيين إلى الحرم الإبراهيمي. ولكن تبقى المعادلة معقدة جدا وفق موازين القوى الحالية، ولكن بالنهاية الشعب الفلسطيني أهلنا في الخليل في فلسطين لم ولن يتخلوا عن الحرم الإبراهيمي، وإن كانت السياسة الإسرائيلية قد ألغت دور بلدية الخليل، ألغت دور السلطة الفلسطينية، ألغت دور الأوقاف الإسلامية، ألغت دور وزارة السياحة والأثار، ألغت دور كل هذه المؤسسات، والآن تقوم فعليا سلطات الاحتلال عبر مشروع إنتاج وإنشاء بلدية جديدة تقدم خدمات للمستوطنين في طريق الضم الفعلي والمعلن لإسرائيل. اليوم الإسرائيلي في أقصى شمال فلسطين وفي أقصى جنوبها لا يحتاج لأكثر من ساعة ونصف من أجل الوصول إلى الحرم الإبراهيمي، بينما الفلسطيني الذي يبعد مئات الأمتار عن الحرم الإبراهيمي قد تستغرق رحلته أكثر من ذلك للوصول. وهذا نتاج هذا المشروع المنظم الممنهج المبرمج الرامي إلى اقتلاع الحرم الإبراهيمي وتفريغ مدينة الخليل وتهويدها وضمها الفعل إلى إسرائيل.
شكرا جزيلا لك سيد عادل على توضيح هذه الصورة فيما يتعلق بالانتهاكات والاعتداءات المستمرة من قبل جيش الاحتلال. سيد عادل شديد الباحث في الشأن الإسرائيلي كنت معنا من الخليل. وإلى القدس المحتلة، حيث اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف في إطار حماية معززة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان إن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات بحراسة مشددة ومدججة بالسلاح. وأضافت أن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية استفزازية في المنطقة الشرقية منه، واستمعوا إلى شروحات مزيفة من حاخاماتهم عن الهيكل المزعوم تحت حماية شرطة الاحتلال التي شددت من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة بالقدس المحتلة. وإلى غزة، حيث توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم في أراض شرقية رفح جنوبي القطاع. وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي نيران أسلحتها الرشاشة تجاه أراض زراعية شرقية بلدة وادي السلقة شرقية مدينة دير البلح وسط قطاع غزة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. دعت الفصائل الفلسطينية ومؤسسات مناصرة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي دعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الأسرى ووقف الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، ومنها عدم تقديم الرعاية الصحية لهم كما يحدث مع الأسير ناصر أبو حميد الذي تدهورت حالته الصحية بشكل خطير. كما دعت الفصائل لحراك شعبي ورسمي فلسطيني لتدويل قضية الأسرى بما يساهم في تعريف المجتمع الدولي بما يتعرضون له من ظروف اعتقال صعبة. هذه المطالبات جاءت خلال وقفة نظمت أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة غزة. جئنا اليوم لنسأل هذه المنظمات الدولية والإنسانية التي تدعي الحيادية في عملها كيف تتخاذل في رفع الظلم وإنصاف أسير أصيب بمرض السرطان في سجون الاحتلال، وندعو كل الجهات الفلسطينية الرسمية والدبلوماسية والمؤسساتية والشعبية والإعلامية لتوحيد وتضافر جهودها من أجل تشكيل تلك القوة القادرة على إرباك الاحتلال الصهيوني.